ولاد العمر الرجالة، هنبتدي دلوقتي يا ولاد نكمل مع بعض في بداية المحاضرة الرابعة الهومورك الخاص بيونت 1 بدءا من بيج 35. مع أول جملة في التشوز بتقول نمبر 56 I can't call you، أنا مش هقدر أتصل بيك، because I my mobile phone because I've lost. طبعا زي ما احنا عارفين ان لما بتبقى حاجة لسه حصلة في البريزنت وانت حضرتك تقول انها انتهت من شوية زي كده، قلنا 100 مرة البريزنت بيرفكت حاجة ابتدت وانتهت في الباست، بس بيبقى ليها تأثير على البريزنت، وعلشان كده هو قال I can't call you، مش هقدر اتصل بيك. ليه؟ لان انا لسه مضيع الموبايل بتاعي، فهتبقى because I've lost my mobile. بس ادي العلاقة المنطقية، لسه مضيع الموبايل بتاعي، ده present perfect، فعلشان كده مش هقدر اتصل بيك دلوقتي. طب لو كانت الجملة بدل I can't كانت I couldn't، كنت اقول ايه في الوقت ده؟ I couldn't call you، انا ما قدرتش اتصل بيك because I had lost my mobile. وده اللي احنا بنقول عليه الـ sequence of tenses، تتابع الأزمنة. اللي بمنتهى البساطة يا دكتور، هنا انت عندك couldn't call you، بتكلم في past situation، انا ما قدرتش اتصل بيك because I had lost، لاني كنت ضيعت الموبايل. هنا ده action number one ترتب عليه action number two، انما هنا انا بتكلم في present situation، انا مش قادر اتصل بيك because لسه الموبايل ضايع من شوية، I have lost my mobile. ده اللي بنقول عليه sequence of tenses. نرجع للجملة number 56، قلنا الإجابة have lost. السؤال اللي بعد كده number 57. I have a car since 2018، يعني منذ اللحظة دي وفي وضع بدأ ولا زال قائم. تاني، منذ 2018، منذ اللحظة دي في وضع بدأ ولا زال قائم. ايه هو؟ ان انا عندي عربية. حلو كده؟ I have. طب I have هنا ايه بقى؟ هتبقى I have had. طب ليه يا مستر ما ينفعش ان انا اقول have been having؟ علشان يا حبيبي احنا قلنا ان verb to have واخواته لو جاي بمعناه الرئيسي يملك، مش هتقدر تستخدمه في الازمنة المستمرة، لان هو كده stative، حلو، يعني فعل بيعبر عن حالة دائمة. انما have been having حالة مؤقتة، ما اقدرش اقول I have been having a car، هو انا بمتلك العربية بقالي شوية، ولا هي ملكي، دي حاجة دائمة. I have had a car since 2018. الجملة اللي بعد كده number 58. Hani to the market. Let's see what he has bought. خلينا نشوف هو اشترى ايه. يعني معنى كده ان هو راح وجه وشايل الحاجة، واحنا هنشوف هو معاه ايه. يبقى في الوقت ده هنقول ايه؟ has gone ولا has been؟ بقول لك he went and came back، has been to the market. 59. I anyone taller than Tariq in my whole life. عمري ما شفت حد اطول من طارق، احنا عندنا من الحسيني، in my whole life. يبقى هنا I have never seen، الاجابة number D. كمان مرة I have never seen.
وهنا عشان الناس اللي مش مركزة نفكركم بحاجة بسيطة. بالنسبة للكمباريزن، ازاي اقدر استخدمه مع البريزنت بيرفكت؟ لما بتيجي تستخدم صيغ التفضيل، فنيجي نقول مثلا ايه، كريم is the strongest boy. لما قلت هنا كريم is the strongest boy، خد بالك the strongest superlative boy، ايه اللي حصل بقى؟ I've ever seen، انا شفته. كويس، انت هنا بتقول في حياتي انا ما شفتش اطول من ده. نفس الكلام لما تقول PMV is the most expensive car I've ever driven، سوقتها في حياتي. في الوقت ده لما تيجي تستخدم never بديلة لever هنا، حضرتك عندك طريقتين، يا اما تقول I've never seen such a strong boy، ولد قوي زي ده. تاني I've never driven such an expensive car، او انك تعملها في صيغة الكمباراتيف فتقول I've never seen a person stronger than كريم، او I've never driven a car more expensive than PMV. ماشي يا شباب، ده بالنسبة للفكرة دي. طيب نطلع كده فوق عشان الجمل اللي بعد كده نبتدي على طول، ونرجع لملزمتنا. بعد كده السؤال نمبر 16، It's the first time، دي أول مرة ليا أقوم بالخبرة دي. يبقى أقول إيه؟ It's the first time I a tiger. It's the first time I've ever seen a tiger. إحنا عارفين إن الـ present perfect بنستخدمه لما أكون بتعبر عن your experiences. Number 61. That's the sixth cup of coffee. ده سادس فنجان شاي. You today. النهاردة. يعني بنتكلم for recent action. يبقى you have had. Number C. هنا بمناسبة موضوع فنجان الشاي، عاوزين نأكد ونفكر الناس ان في فرق ما بين الـ present perfect simple والpresent perfect continuous. قلنا ايه الفرق؟ الpresent perfect have has plus the past participle بيركز ان الاكشن اللي بنتكلم عليه ده finished completed. هو finished و completed recently، حديثا، بس هو finished. انما الـ present perfect continuous المضارع التام المستمر اللي بيكون من have او has been plus the verb ing، بيركز على اظهار المدة الزمنية for 3 hours. الاكشن ده not completed، ما اكتملش. part of it، جزء منه هو اللي اكتمل. فعلشان كده لما بيجيلي في جمل ويخيرني ما بين الـ present perfect simple
والpresent perfect continuous زي I have drunk ولا have been drinking. وبعدين نقول 6 cups of coffee. هنا على طول اكيد هستخدم I have drunk. ليه؟ لان هنا هو ذكر عدد مرات قيام الفعل 6 cups. الحاجة انتهت اكتر من مرة، فبناء عليه الاجابة هتكون I've drunk. برضو جملة شبيهة لما يجي يقول لي في الامتحان I have known ولا have been knowing كريم for 6 years 6 سنين. هنا هختار اوتوماتيك وانا مغمض have known، ودي جت في امتحان 2020. ليه هختار have known؟ لان know من ضمن الافعال الستيتيف اللي هي can't be used in continuous tenses، لا يمكن استخدامها في الازمنه المستمره، فهنا ما اقدرش اقول have been knowing. نيجي بعد كده للصفحه اللي بعدها page 36 الجمله number 62 these are. خد بالك انا معلم على كلمه are، بركز على الازمنه عشان تتابعوا الأزمنة. These are the glasses I ever since I was 30. Ever since I was 30 يعني في وضع بدأ من ساعة ما كان عندي 30 سنة ولحد دلوقتي الوضع ده بدأ ولازال قائم. I've worn. هنا الإجابة I've worn these glasses ever since I was 30. من ساعة ما كان عندي 30. وبنأكد على الفكر ان اي وضع بيبقى بدأ ولا زال قائم، يعني ببساطة انا ابتديت اعيش مثلا في القاهرة since 2000. فاقولها ازاي؟ اهو هل الوضع ده اختلف؟ لا، لسه الوضع ده قائم، ما انتهاش كمان. فانا اقول I have lived in Cairo since 2000. وعلى فكرة في الوقت ده الـ present perfect هيساوي الـ present perfect continuous، فبدل I've lived لو قلت I've been living in Cairo since 2000 برضو صح. او نفس الفكرة ever since، هنا لما استخدمها بيقول من ساعة ما كان عندي 30 سنة ever since I was 30. هنا I've worn هتبقى زيها زي I've been wearing. الاتنين في الوقت ده هيتساووا في المعنى. نطلع بعد كده يا شباب على السؤال اللي بعده. بنقول هنا 63 his style of painting اسلوبه في الرسم over the years اتغير على مدار السنين، وضع بدأ ولا زال قائم برضو has changed over the years. وطبعا باخد بالي ان هنا his style of painting ده subject مفرد، عشان كده بناخد بالنا من subject verb agreement فاخترنا has مش have changed. Number 64 نجيب محفوظ books into many languages تمت ترجمتها. هنا ولادي حبايبي اللي بيقرا الجملة وهو متغمي، بص يا حبيبي انت لما تلاقي نوت كده حطها جوه دماغك. عموما لو لقيت ان الناون او البروناون ضمنيا من اطار المينينج بتاع الجملة معناه
ان الميننج هنا بيقول ان الناون او البروناون ده كان اوبجكت يعني وقع عليه الفعل، فانت لازم في الاستراكشر بتاع الجملة عندك هتلاقي الباسيف اللي هو فيرب تو بي وباست بارتيسيبل. ركز بقى ان فيرب تو بي ده سعادتك هتصرفه في نفس زمان الجملة، وعلشان هنا الجملة present perfect فهنلاقي have or has been اللي هو تصريف verb to be في نفس الزمن ال present perfect، وبننزل ال past participle من ال main verb. فلما نيجي هنا للجملة هنقول نجيب محفوظ's books have been translated، تمت ترجمتها، يبقى الإجابة have been translated. 65. Have you finished your homework? I really can't believe it. أنا بجد مش مصدق. هنا أنا مستغرب، فعلشان كده بستخدم كلمة already، وإحنا قلنا إن في حالات التعجب بنستخدم already. already ليها ثلاث مواقع، قلنا الثلاث مواقع اللي موجودة فيهم already كالتالي: يا إما زي just I've already finished my work، أنا بالفعل خلصت شغلي. واحنا قلنا يا شباب ان كلمة already بتديني المعنى sooner than expected، بأسرع من المتوقع. وممكن ارمي already في اخر الجملة فتبقى I've finished my work already، او زي ما قلنا في الجملة اللي احنا لسه حلينها بتعبر عن الاستغراب exclamation wow you have finished all the questions already. وممكن تعملها في صيغة سؤال عادي جدا: have you eaten all the food already، كل الطعام بالفعل. هنا سؤال اهو وبين الاستغراب: you must have been hungry، انت اكيد كنت جعان. you must have been hungry. حلو الكلام. نيجي بعد كده لنمبر دي قلناها خلصناها، نجيب تاني 66. I haven't written to my English pen friend the last 2 months. هنا انت عندك في مدة زمنية for the last 2 months، لمدة اخر شهرين. هنا لازم نفكر الناس بنقطة مهمة جدا 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 اتكلمنا فيها، ان حضرتك لما تيجي تشتغل على كلمة last و the last since، نفكر الناس في فرق ما بينها وما بين for. since هي اللي بتيجي مع بداية الحدث the beginning of the lesson، انما for بتحسب ال period of time كلها اللي استمر خلال الحدث. تاني since نقطة البداية، for تحسب المدة كلها تحطها بعد كلمة for. طيب نفتكر كده نقطة، طبعا بالتالي هقول since 2 o'clock لحظة البداية استمرت مثلا 3 hours وهكذا، since 2000 424 years، since October for a month. انما بص بقى يا سيدي، لما اجي اقول since last week و for the last week، since last week الاسبوع اللي فات كان بداية ان الاكشن ده يحصل، الاكشن ده مستمر for the last week، طول الاسبوع اللي فات الموضوع ده بيكمل، فحطيت الـ period of time. طيب تبتدي الطلبة تحفظ
زي ما قلنا since last week for the last week since last month for the last month. حلو كده. وفي طلبة تختصرها اكتر وتقول لك since last for the last since last for the last. يجي اللي بيحط الامتحان بيحب هو العيال الحفيظة دي يقول لك لا احنا لازم نديهم على عينيهم. ازاي بقى؟ يجي يقول لي I haven't seen her. انا ما شفتهاش since ولا for the last. بص الطالب لسه ما كملتش انا الجملة ما حطتش في الستوب بتاعت النهاية غشيم. قال لي for the last على طول meeting او conference او party. حلو. انت بتقول هنا ايه؟ اخر حفل اخر اجتماع. يبقى معنى كده يا دكتورة ان حضرتك بتكلمني في now party conference meeting. يبقى هنا انت بتتكلم في بداية. يعني هنا حضرتك تقول لي منذ اخر حفلة وفي وضع بدأ ولا ذا القائم ان انا ما بشوفهاش. بس فعشان كده هنا هنقول since the last meeting. اوعى تقول for the last meeting or the last conference or the last party. نيجي بعد كده الجملة number 67 prices الاسعار sharply over the past 6 months have risen. Number 68 my grandfather here since childhood من الطفولة في وضع بدأ ولا زال قائم and I think he knows everyone in our village. يبقى has left. Number 69 the next boss leaves at 8 p.m. هنا المفروض انه بيقول لك اخر اتوبيس بيغادر الميعاد فعشان كده استخدم ال present simple but I still attacked. طيب بس انا لسه حد دلوقتي اشتريتش تذكرة انا ما قمتش بالخبرة دي هقول but I still am buying ولا haven't put. I still انا لسه haven't put a ticket. Number 70 they have visited Alex twice. هما زاروا اسكندرية مرتين. ما اقدرش اقول last week لان ده بس situation. ما اقدرش اقول next week لان ده لسه future. ما اقدرش اقول a week لان دي مدة مبهمة. انا ما قلتش for a week. انما هقول this week عشان ابين ان ده recent action. فعلشان كده هو استخدم ال present perfect they have visited. طيب number 71 في 71 الجملة بتقول I a good night's sleep for 2 weeks. حلو قوي. بقالي اسبوعين ما بنامش كويس. يبقى I haven't had. Number 72 I finished my essay yesterday past situation but I to my teacher yet. عندي كلمة yet دي المفروض ان دي دليل على present perfect ان الاكشن ما اكتملش لسه. فعلى طول هقول I haven't given. 73 Mr. Tar is funny. He has always to school by scooter. Has يبقى هنا في past participle. Come came come يبقى number A come. 74 It's مدة زمنية دي قلت لكم على طول بتيجي في الامتحانات. Since I lost بعد كده past simple since I last went. نعيد على دي تاني عشان الجملة دي او كام جملة دي من كام فكرة اللي مهمين قوي. لما يجي يقول لي I lost انا اخر مرة so منى شفت منى 2 years ago اخر مرة شفت منى من سنتين. يبقى I haven't seen منى بقالي for 2 years او I haven't seen
منى ركز في اللي جاي دي قوي. Since 2 years ago أو it's أو it has been فات. واكتب المدة الزمنية 2 years من آخر مرة. Since I lost so منى. نقول كمان I lost so منى 2 years ago. يبقى ما بشوفش منى بقالي سنتين. I haven't seen منى for 2 years. I haven't seen منى since 2 years ago. It has been 2 years since I lost so منى. مهم جدا يا جماعة الحتة دي. طيب نيجي بعد كده نكمل حل الواجب. بيبقى مهم قوي يا شباب. في ناس بتحل الواجب صباح الفل الحتة دي وشكرا. لا، الجزء ده مهم ان انت تركز فيه. Number 57. I started my job. ابتديت شغلانتي. I have met important people. من ساعة ما ابتديت. Since. منذ بدء للشغل. في وضع بدأ ولا ذا القائم. ان انا قابلت ناس مهمة كتير. 76. I haven't gone to Luxor a long time. مدة for a long time. You can't meet Taher because he to Cairo International Book Fair. راح معرض القاهرة الدولي للكتاب. Has gone to. فهو لسه هناك. هو راح. لسه مرجعش. فهو مش موجود هنا دلوقتي فمش هتقدر تقابله. Number 78. I haven't met هاني. انا ما قابلتش هاني. The last time. آخر مرة. We were in Alex. Since the last time. من آخر مرة كنا موجودين في إسكندرية. آخر جملتين. Mr. طارق arrived at 7 o'clock. Then all the guests had already left. By then. في ساعتها الضيوف كانوا مشوا. Post. By then. Sally is crying. She has watched a sad film. Sally is crying دلوقتي لأنها. طبعا اتكلمنا في الحتة دي قبل كده. ان because و as و since. التلاتة معناهم لأن. وبيجي وراهم subject و verb. طيب كده نكون خلصنا الهومورك بتاع 36. المفروض دلوقتي ان احنا هنبتدي مع ال long man exercise الخاصة ب unit 1. هنجيب من اول lessons 1, 2, 3, 4. الكلام ده مهم جدا. ركز معايا في اللي جاي. تعالوا بقى نبتدي يا اولاد دلوقتي مع تدريبات long man. عندنا شوية اسئلة كده حلوة نبتدي نركز فيها. وده الخط اللي بيمشي عليه وضع الامتحان تقريبا. ركز كده مع السؤال الاول. بيقول publishing companies شركات النشر. suffer a lot تعاني كثيرا from. it's really a crime. يبقى هنا الإجابة piracy القرصنة. number 2. tabloid newspapers often focus on بتركز على sensational or stories as well as بالإضافة إلى general news. يبقى number B celebrity stories قصص المشاهير. number 3. الجملة بتقول when the accused person لما المتهم. when the accused person proved أثبت that he wasn't إنه ما كانش. he was set free passive أطلق صراحه. and he wasn't guilty لم يكن مذنبا. number 4. a newspaper has a small pages and large photos. number C tabloid. number 5. it's that some people were typing up لبمعنى copying copies of the book from the photos من الصور to share لمشاركتها on social media. يبقى it's claimed يزعم يدعى أن. number 6. a successful journalist must be nosy يعني لازم يكون curious. number B an inquisitive يعني عنده استطلاع محب الاستطلاع.
and inquisitive وكثير الاستفسار. Number 7, the accident, despite the carefulness of the driver, the accident occurred, الحادثة حصلت بالرغم من حرص القائد. There was a sudden leak, لأن كان في تسريب مفاجئ in the brake oil, في زيت الفرامل. Number 8, what bad news? The book had been, before it was published, the book had been leaked, الكتاب تم تسريبه. Number 9, it's not easy for young writers to their new books to publish, إن هم ينشروا. To publish, يقوم بعملية النشر. إنما كلمة come out, يصدر, to the newspaper or the book came out, صدر. Number 10, the convict, المدان, behaved in a dishonest way. Behave is similar in meaning, يعني synonym لأكت, يتصرف. Number 11, a type of media bias in which a journalist, اللي فيه الصحفي, uses words and phrases, استخدم كلمات وعبارات, to support, لمساندة, oppose, أو معارضة, a service, or even an idea. هنا انت بتقول ايه؟ نوع من التحيز الإعلامي اللي فيه الصحفي بيستخدم كلمات لمساندة أو معارضة, يعني بيغير في الحقائق, يبقى كده spin, change facts. Number 12, the factory had collapsed, البيت انهار, the intransitive verb, so the lawyers, عشان كده المحاميين, demanded, طالبوا, that the insurance company, ان شركة التأمين, pay, تدفع, the legal compensation, compensation معاش, وليجل قانوني او التعويض. Number 13, is one of the behaviors, احد السلوكيات, that you must stop practicing, اللي لازم تتوقف عن ممارستها, cheating, الغش او الخداع. 14, I was to hear that my car had been stolen, I was shocked, صدمت, لمعرفة ان عربيتي اتسرقت. Number 15, the metal was sharp, المعدن كان hard and hard, so we use to make it smooth, علشان نخليه ناعم, we use a file, مبرد. 16, the giant ship, السفينة العملاقة, had broken down, يعني stopped working, and plugged. Number B, سدت, navigation, الملاحة, in the Suez Canal for 7 days. Number 17, the captain said a strong wind, the ship, so that both its front and back, المقدمة والمؤخرة, hit the sides of the canal, يبقى السفينة spun, لفت, turned around. Number 18, the prime minister, that there was a severe penalty, عقوبة, severe, قاسية, against, ضد, those who build illegally, اللي بيبنوا بشكل غير قانوني, يبقى announced, أعلن بشكل رسمي. Number 19, the police officers are the cause of the crime, are investigating the cause of the crime. Number 20, unfortunately, لسوء الحظ, the collapse of the house, انهيار البيت, has caused, سبب, tens of casualties, عشرات ال victims, ضحايا, and a lot of injuries. لأننا عارفين ان كلمة casualties بتساوي victims, ولو جاية ساعات بتيجي بمعنى قسم الطوارئ, casualty department. Number 21, after the accident, the injured people, الناس المجروحة, were compensated financially, تم تعويضهم بشكل مادي, as they were victims, لأن كان في ضحايا. Number 22, finally, the police discovered what had, قلب معاه على 38, what had ايه بقى, اللي سبب الحادثة, يبقى what had caused, جيبها تاني, هنا الاختيارات, what had caused the accident. في بس معلومة صغيرة عاوزين نقولها عن كلمة cause, خد بالك بتقابلنا كتير. في عندنا verbs, أفعال, الأفعال دي بيجي بعدها object, وبعد كده
الانفينيتيف من غير تو بير انفينيتيف هنقول عليهم 3.5 ليه 3.5 هتعرف دلوقتي تعرف تقول معايا ميكافيلي قول كده ميكافيلي ميك هاف فيلي خلاص ومعاهم النص اللي هو هيلب طب ليه هيلب بنص عشان هيلب بيجي وراها الانفينيتيف وذاوت تو او بتو فالاثنين مقبولين ميك هنا بتيجي بمعنى يجبر فورس هاف بتيجي بمعنى اسك او ريكواير يطلب لت بتيجي بمعنى يسمح وكلمه هيلب طبعا احنا عارفين انها يساعد بيجي وراهم الاوبجكت وبعد كده الانفينيتيف اوكي اوبجكت انفينيتيف اللي بيساويهم بقى بس بيجي وراه بعد الاوبجكت تو الانفينيتيف الافعال اللي انا هكتبها بالاحمر دي عندك كلمه ميك بتساوي فورس وكوز ذا ستورم او ذا وور كوز ذا بيبل تو ليف ذا اريا بيساوي هاف اسك وريكواير اللي بمعنى يتطلب وبيجي وراهم تو الانفينيتيف بيساوي let allow and permit بيساوي help help برضو زي ما انا قلت لك لانها نص هنا ونص هناك وبيساويها assist وكمان في ثلاث افعال هنشوفهم كتير اولهم get persuade ومعاها convince يقنع التلاتة بيجوا بمعنى يقنع ودول هنرجع لهم تاني في يونت 6 بس المعلومة دي لازم نشاور عليها عشان هتقابلنا في جمل كتير فهنا قلنا الإجابة هتبقى caused number A نيجي من أول number 23 the journalist الصحفي was biased by he had put the story at the top of the page أول ما نشوف put وتشوف موقع يبقى على طول placement number C 24 the police were able the police either to rescue the people who were inside the house who were trapped اللي اتحجزوا جوه البيت during the fire number 25 I applied for the new job انا قد تقدمت للوظيفة الجديدة and I'm waiting for the answer ومستني الرد to my application على طلبي with bated breath with bated breath معناها I am in a nervous and excited state في حالة متصارة ومتوترة anticipating يعني expecting what will happen منتظر اللي هيحصل number 26 when I saw a huge animal in the dark لما شفت حيوان ضخم في الظلام I jumped out of my skin this means that I was terrified again I jumped out of my skin this means I was terrified مرعوب أو خايف إنما amazed مندهش بولد وقح بريف شجاع ما ينفعوش number 27 a person who makes and repairs the things in iron by hand the blacksmith الحداد number 28 The police are looking for the criminal who has committed ارتكب that horrible crime الجريمة البشعة دي 29 once اللي هي بمعنى as soon as I got my breath back بمجرد ان انا رجعت اتنفس بشكل طبيعي I hurried home as fast as I could I got my breath back which means I started breathing normally again Number D. 30. The robber grabbed the lady's handbag and quickly وانطلق بسرعة set off quickly so he could escape. عشان كده قدر ان هو يهرب. Number 31. I waited أنا انتظرت impatiently بلا صبر while my father on. هنا بقى ركز معي. انت بتتكلم sequence of tenses في البوست. بتقول I waited impatiently يعني ما كنتش قاعد على بعضي while my father بينما والدي while هيجي وراها long action هل والدك اللي كان بيجري العملية ولا كانت بتجرى له فده سر توترك تجرى له يبقى معنى كده ان الجملة passive وفي الباست continuous
يبقى الإجابة was being operated. Number 32. My friend a health problem since he left. من ساعة ما عاش in that highly polluted area وهو بدأ ولا زال بيعاني من مشكلة صحية يبقى my friend has had number D. 33. I dinner. When عادل arrived, boss, لما عادل وصل, so I warmly, أنا بترحيب, asked him to share the meal with me, يبقى I was having dinner. Number 34. Sorry for being late. آسف إن أنا جيت متأخر. Sir, please let me in. ليه بقى اللي جاب إني متأخر؟ I stuck, عالق, in very bad traffic, فتبقى I've been stuck. أنا بوصف حالة إن أنا كنت محشور في الزحمة in very bad traffic. 35. My sister her university degree in 2018. في اللحظة دي في الباست الاكشن ده حصل. The past symbol. فالإجابة got. Number 36. How long ago you buy this cheese? It smells bad. How long ago? وعندي هنا infinitive. فهتبقى how long ago did you buy. إنما أنت لو بتوصف حالة how long ago was he in Paris. فناخد بالنا واحنا بنقرا الجملة زي ما قلت لك نقرا الجملة للآخر عشان المينينج 100 مرة. بالنسبة ل 37 my cousin has left abroad his childhood بدأ ولا زال منذ طفولته عايش هناك since his childhood. 38 there are always economic crises في دايما أزمات اقتصادية pandemics الأوبئة during بمعنى أثناء بيجي ورا noun. Number 39 I'll wait till my friend from Alexandria. هنا بقى عاوزك تركز معايا شوية. وانت بتتكلم دايما خد بالك من حكاية التايم كونكترز اللي هي الروابط الزمنية. نقول كمان خد بالك من استخدام الروابط الزمنية بتوع المدرسة العربي مدرسة اللغات بنقول التايم كونكترز. طب اخد بالي من ايه؟ بص يا سيدي تاخد بالك ان عند ربط حدثان في المستقبل جملتين زي ان شاء الله كريم will finish secondary school المدرسة الثانوية وبعدين then he will join university هلتحق بالجامعة. زي ما انت شايف قدامك ادي will finish وادي will join. عاوزين نستخدم time connector عشان نربط الدنيا دي ببعضها. اعمل ايه؟ هقول ايه؟ فكر معايا الروابط الزمنية زي after بعد as soon as بمجرد and once اللي هي برضو بتديني معنى as soon as كمان عندي when the moment before by the time هنا بيجي بعدهم يا إما present simple يا إما present perfect وبعد كده الجزء التاني من الجملة بيبقى future simple مستقبل بسيط future simple. يعني نقول كده في الجملة طبعا تلو انتل نفس الكلام بس بيبقى بلوم negative future وبعدهم present simple. فأقول ان شاء الله after كريم وكل ولادي الحلوين finishes او حطت هنا present simple secondary school المدرسة الثانوية إلا يحصل he will join university. ونيجي نستخدم before عشان الناس
تفهم اكتر. before كريم برضو present simple بس هعكس عشان الميننج. joins university قبل ما يلتحق بالجامعة. he will finish هيخلص secondary school. وعلشان تلو انتل ما يزعلوش كريم want join university مش هيقدر يلتحق بالجامعة until he finishes لغاية ما يخلص secondary school. النقطة دي تاني مهمة جدا ان اي time connector وحضرتك بتستخدمه خد بالك after as soon as once the moment before by the time till until بيجي بعدهم present simple sorry بيجي بعدهم present simple present perfect وبعد كده شباب future simple tense. طيب نرجع تاني لموضوعنا. في التدريبات اللي موجودة معنا الجملة هنا number 38 بتقول قلنا دي خلاص 38 خلصناها. 39 I'll wait at the future what you tell my friend from Alexandria تبقى present symbol returns أو has returned اللي موجود has returned. number 40 علي lost codfish آخر مرة اصطاد سمك when he was in Alexandria ده معناه انه ما اصطادش سمك من ساعة ما كان في اسكندرية يبقى number C علي hasn't caught fish since he was in Alexandria. 41 I haven't met the manager before it's the first time to meet him. number 42 while for the school bus I met one of my older friends طبعا هنا while بدون subject والفاعل في الجملة التانية هو نفس فاعل الجملة الأولى فالإجابة هتبقى number D while waiting. 43 my uncle as a taxi driver for 10 years now he's a worker هنا comparison ما بين وضع في ال present دلوقتي وما بين وضع كان في ال past فعشان كده هنقول my uncle worked as a taxi driver now he's a worker in a big clothes factory. 44 I haven't seen Wael the last time we met in the village من آخر مرة فالإجابة هتكون since. بعد كده number 45 الجملة بتقول I'd rather you a chocolate cake for my birthday I prefer vanilla هنا عاوز أفكرك بحاجة قلناها في language notes معلش أنا بعيد وأزيد بس ده علشان هيفرق معايا وإحنا بنحل في الامتحانات وخصوصا إن دي جت في امتحان ثانوية عامة 22 فخدوا بالكم كانت اول جملة في الامتحان. التلات مصطلحات دول يا شباب اللي هما I'd rather افضل I wish اتمنى It's time وساعات يقول لك It's a high time دول خد بالك لو مفيش subject I'd rather بننزل ال per infinitive المصدر المجرد without to إنما I wish infinitive to plus the infinitive وهنا نفس الكلام it's high time to يعني I'd rather leave أفضل أن أغادر أما أقول I wish to leave It's high time to leave. إنما قلنا عندنا حالتين. خد بالك منهم. إيه هما؟ إن I'd rather و I wish و it's time. لو هيجي وراهم subject وعندك الأمنية في الـ present فبتستخدم هنا الـ past simple tense. أما لو ندمان على حاجة حصلت في الـ past فبتستخدم هنا الـ past perfect tense فنقول
I'd rather you didn't borrow my mobile. أفضل ألا تستعير موبايلي. Now أنا برفض إن ده يحصل دلوقتي. I'd rather past simple. إنما لما أجي أندم على الماضي مثلا I wish I hadn't started that business last year. يا ريتني ما ابتديت البزنس ده السنة اللي فاتت. Last year. عشان كده في الجملة دي هو هنا بيقول لي في number 45 I'd rather you chocolate cake for my birthday. I prefer vanilla. يبقى didn't make. أنا دلوقتي بقول يا ريتك تعمل الشوكليت كيك. تمام؟ You didn't make. مش عاوزك تعملها. أنا بفضل فانيليا فما تعملهاش. دي رغبتي دلوقتي. يبقى باست سمبل. My friend arrived the bus symbol at Cairo a moment ago. ده معناه إن they أو he has just arrived. فالإجابة هتبقى number A has just arrived. 47 الجملة بتقول I used to play football when I was young. أنا كنت متعود ألعب كورة لما كنت صغير بس دلوقتي ما بلعبش. يبقى I don't. Number 48 She dinner when we returned home so she had time to receive us. ما كانتش بتعمل الأكل فكانت فاضية. يبقى الإجابة number D wasn't making. 49 I was driving my car. I saw a terrible accident because of the thick fog بسبب الضباب الكثيف. يبقى عندي as و just as بيساوي while. 50 which of the following is structurally correct. بص يا سيدي الإجابة هنا هتبقى have you ever to travel to Aswan by ship. هل بالرغم ان في number A برضو لغويا مش غلط ولكن انا دلوقتي عند الإجابة الأقوى have you ever traveled to Aswan by ship. Number 51 while Samir was doing his homework وسمير بيعمل واجبه أخته كانت بتستمع لمزيكا so I wasn't able to concentrate. يبقى his sister was listening. 22 don't worry ما تقلقش your car عربيتك اتصلحت بالفعل. وبقولك ما تقلقش دلوقتي عشان في حاجة لسه حاصلة وهيكون ليها تأثير عليك ان العربية اتصلحت. جملة passive has already been repaired. Number 23 number 23 what when your father home what were you doing كنت بتعمل ايه لما باباك رجع. Number B 24 where is Samir he to the neighboring supermarket معنى كده ان هو مش موجود دلوقتي. يبقى he has gone to the neighboring supermarket. Number 25 I miss my uncle so much I him since he to New York انا ما شفتوش من ساعة ما راح. يبقى I haven't seen him since he traveled. Number A. نبتدي مع الجملة 26 First, I all the preparations for the party. عملت كل التجهيزات للحفلة. Then I started inviting my friends. فهنا بعمل ترتيب لحدثين حصلوا في الباست. أنا بقول أنا خلصت كل التجهيزات وبعدين ابتديت في عزومة الناس. Situation. 27. The government, a lot of villages recently هتبقى have or has sorry عشان the government مفرد. Has modernized. Number A. 28. What at BM yesterday? صيغة سؤال في ال past continuous. What were you doing at 7 BM yesterday? 29. A terrible accident place on Cairo Alexandria Desert Road has taken place. 30. You needn't make food. I a good meal already. You needn't make. ملوش لازمة تعمل أكل عشان أنا already عملت. I a good meal already. ركز بقى كده معايا. أنا مش هينفع أقول I cook a good meal ولا was cooked. هنا الجملة فيها فنان حاجة غلط. المفروض إن had cooked تبقى I have cooked a good meal already. ناخد بالنا
من نمبر 30 هنصلح للتشويس نمبر بي بدل ما هي هاف بدل ما هي هاد كوكد هنخليها هاف كوكد. نيجي بعد كده مع بيج 40. بصوا يا اولاد دلوقتي هنبتدي مع بعض في الجزئيه الخاصه بالرايتنج سكيلز، ودي من اخطر المناطق اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها، ودول سببين. اولا لان هي الاول ثلاث دفعات كانت بتيجي في شكل اسئله اختياري، ومؤخرا السنه اللي فاتت جابها لهم في شكل اسئله مقاليه، بلس ان هو بيختبرنا عموما في الرايتنج سكيلز سواء بانكشويشن او غيره. فالاول بس كده احنا هنا بنتكلم عن رايتنج ان اساي، كتابه المقال وفنيات كتابه المقال بتبقى ازاي، وهاو تو رايت ان اساي والتقسيمه. قبل ما ابتدي في الكلام ده عاوز اتكلم معاك كلمتين على جنب. بص يا سيدي، انا دلوقتي لما اجي اعمل كومنت على رايتنج ان اساي، اكتب مقاله حلوه قوي، الاساي دي عباره عن ايه؟ الاساي هو موضوع واحد لازم يتميز باربع حاجات. يوسف، ماشي؟ مين يوسف؟ الموضوع يكون فيه يونيتي، وحده، يكون فيه كوهيرنس، تماسك، يبقى الجمل ماسكه في بعضها، يبقى فيه امفسس، تركيز على الافكار اللي انت بتقدمها. تاني يبقى فيه امفسس، تاكيد، يبقى فيه فوكس، تركيز انك توصل المسج بتاعتك. طيب الاساي عباره عن ايه؟ الاساي عباره عن a group of paragraphs، مجموعه من الباراجرافز كلها بتخدم فكره واحده، والباراجرافز عباره عن a group of sentences، مجموعه من الجمل برضو بتخدم جمله واحده. طيب يبقى اول حاجه انت لازم تعرفها ايه الفرق ما بين الباراجراف والايساي. نقول هنا ايه بقى؟ ادي الباراجراف. The paragraph is a group of sentences، مجموعة من الجمل. That discuss a single topic، موضوع معين or idea، فكرة. It consists of 3 to 5 sentences، بيكون من 3 لـ5 جمل. And is usually a part of a larger piece of writing، وبيبقى جزء من موضوع أكبر اللي هو الإيساي. أما زي ما قلنا الإيساي بيبقى عبارة عن مجموعة من الباراجرافز. An essay is a longer piece of writing، بيبقى مخطوطة كتابية أكبر. It's a group of paragraphs، مجموعة من الباراجرافز، وبتشمل الآتي: introduction، body، and conclusion. أدي الثلاث حاجات. تاني يبقى إيساي بيتكون من 3: introduction، إيساي، وفي البادي باراجراف أو اللي بنسميه البلك اللي هو الكونتنت بتاع الموضوع، وفي النهاية بيبقى فيه conclusion الختام. An essay is usually more complex than a paragraph and requires more planning, research and organization. طيب يبقى ده الشكل العام لأي essay، بيكون فيه الثلاث عناصر دول اللي هو introduction، body paragraph، conclusion. طب ايه بقى اللي بيبقى موجود في العناصر دي ولازم اخد بالي منه؟ بص يا سيدي حضرتك بمنتهى البساطه بيبقى عندك الاتي. اولا ايه اللي بيبقى موجود في الانترودكشن؟ ايه اللي بيبقى موجود عندي في المقدمه؟ المقدمه هنلاقي عندنا فيها 3 حروف: اتش بي تي. هبت ساعتك، هتبت في حضرتك ايه؟ اتش هوك اللي هي بنقول عليها الجملة الجذابة او الخطافة، وبالانجلش بنسميها وتعرفها هوك. A sentence that grabs attention، يعني جملة تجذب الاهتمام. دي بتكون saying، مقولة،
wisdom حكمة proverb مثل بتخطف بيها انتباه الريدر بتاع الموضوع. يليها background information خلفية عن الموضوع. يعني ابتديت موضوع بقول مثلا في الهوك بتاعنا ان the internet is like a magician who has changed the world to be faster and quicker. وبعد كده اديك background information. It's used now in all fields of life such as industry, banking, education, etc. في الاخر بتقوم كاتب لي اهم حاجة بقى ايه هي thesis اللي هي المين ايديا الفكرة الرئيسية of the essay للموضوع انت هتكتب عن ايه. والايساي بيبقى فيه thesis واحدة. In this topic I'm going to write about the pros and cons of the internet, the merits and demerits, the advantages and disadvantages of the internet. فالريدر بقى جاهز انه في بقية الparagraphs وفي بقية الايساي هيقرأ عن المerits والdemerits المزايا والعيوب. او ممكن تقول جملة the internet is a double-edged weapon سلاح ذو حدين. So I'm going to write about how we can benefit from it and how we avoid its disadvantages. كده انت هيأت ان انا هقرأ في ايه. اجي بعد كده لتاني عنصر اللي هو بيبقى الparty paragraphs او اللي بنسميه البلك. والparty paragraphs كل paragraph بيعبر عن فكرة معينة وكل paragraph لازم يكون فيه التلات جمل دول. لازم يكون فيه topic sentence اللي هي الجملة اللي بتمثل الفكرة الرئيسية للparagraph نفسه. يعني firstly I'm going to talk about the merits of the internet. فانت الطبق كده انا فهمت كقارئ ان انت في الparagraph ده كله انت هتكتب عن مزايا الانترنت. في بداية الparagraph التاني secondly I'm going to talk about or we are going to talk about now about the demerits of the internet. فانا فهمت ان انت في الparagraph التاني هتبتدي بالعيوب. بس بعد ما بتكتب الطبق sentence لازم تعمل الايدياز بتاعتك supporting دعم بان انت بتدي examples على الافكار اللي انت بتقولها. وفي الاخر بتختم ب concluding sentence يعني عبارة او جملة ختامية في نهاية كل paragraph. خلاص نيجي بقى للمحطة الاخيرة اللي بتبقى في الاساي اللي هي محطة ال conclusion الخاتمة. ودي احنا بنعمل فيها restating اعادة صياغة to the introduction لل مقدمة. بنعيد صياغتها بان احنا بنقدم summary تلخيص of the main idea. ان احنا لو احنا عاوزين حلو ان احنا لو احنا دي ماشي نقدم tips of advice نصيحة recommendation توصية. كل ده بيتكتب في نهاية الإيساي أو في الكونكلوجن. طيب تعالى نتكلم كده عن جزئية مهمة أوي. طبعا ده اللي أنا قلته دلوقتي في الانترودكشن الأجزاء اللي أنت بتقراها. تعالى نقرأ كده مع بعض. بنقول هنا إيه في الانترودكشن المفروض إن الانترودكشن بتعمل لنا إيه. بص يا سيدي the introduction المقدمة مالها. It should provide background information on the topic and a clear thesis statement that summarizes the main point of the essay. The parts of the introduction, hook, background information, thesis statement, زي ما قلنا. Hook, this is an attention-grabbing sentence or statement that draws the reader in and makes them interested in reading more. Background information provides context for the topic by giving the reader some basic information about it. It explains why the topic is important and relevant to the reader. Finally, the thesis statement, the main idea of the essay expressed in clear and concise sentence, should be the last sentence of the introduction and it should summarize the main point or argument of the essay.
قلنا بعد كده بيجي جزئية البادي باراجراف او البولك. ايه بقى اللي بيعمله البادي باراجراف؟ بنقول it should consist of several paragraphs and provide supporting evidence. تزودنا بأدلة and arguments ونقاشات for the thesis statement, شرح وتوضيح للفكرة الرئيسية. Each paragraph should focus on a single idea. لازم كل paragraph يركز على فكرة مستقلة. And include specific details and examples that help to illustrate and support the argument. It should summarize the main points of the essay and restate, ونعيد صياغة the thesis statement in a new way. It should also provide final thought for the reader. ده بالنسبة للإساي بوجه عام. تعالى بقى نتكلم عن البرسويسيف إساي، المقال الإقناعي. بيقول لي هنا بقى إيه في البرسويسيف إساي؟ A persuasive essay is a type of essay that aims to persuade the reader, نقنع القارئ, to agree with the writer's point of view or take a specific action, أو أنه ياخد موقف. يعني أنت بتقنعه بوجهة نظرك. It presents arguments and evidence, بيقدم أدلة وجدليات to support the writer's position, لمساندة وجهة نظر الكاتب. And often appeals to the reader's emotions, وبيلعب على عواطف القارئ as well as their logic, والمنطق عنده. طيب تخطيط مقال الإقناع زيه زي أي مقال، الترتيبة الأساسية. ولكن in a persuasive essay, في المقال الإقناعي, the writer should present a clear and concise thesis statement. لازم الجملة تبقى واضحة وتكون دقيقة. That outlines, لأنها بترسم the main argument or position of the essay. You should also provide a strong evidence. لازم تزودني بدلة قوية. And examples to support their position and address opposing, ونخاطب viewpoints متعارضة. الترانزيشن words اللي عندي هنا مهمين جدا. حضرتك في مصطلحات بتستخدمها وانت بتكتب، ركز معايا علشان هيجي يسألني في اللي تشوز ايه وظيفة. To begin with or firstly to introduce the topic. To begin with or firstly to introduce the topic. لنبدأ به. طب due to or because of. To give a reason. انك تدي سبب for something. وهنا بقى عاوزين نتكلم في بوينت مهمة عشان الناس لازم تاخد بالها من الحاجات الصغيرة دي. بص يا سيدي، احنا واحنا بنشتغل جوه السنترز شرحنا الحتة دي، فمن الامانة برضو في الاونلاين لازم الكلام ده كله يتقال. احنا عندنا في حاجة اسمها cause clauses، يعني العبارات السببية. بيبقى فيه هنا حضرتك result، نتيجة انت وصلت لها، عاوز توضح للناس ايه سببها. العبارة لما هتيجي في شكل subject و verb، اوكي، هتستخدم هنا نوع من الروابط اسمه cause clauses، اللي هما because، سواء جت في اول الكلام او في نص الكلام، as او since، التلاتة بمعنى لان. يعني اجي اقول في الجملة ايه؟ I was late، انا اتأخرت because the road was busy، لان الطريق كان مزدحم. او I succeeded، انا نجحت because او as او since. I studied hard، انا ذاكرت بجد. او he married her، هو اتجوزها because او as او since she is rich، لان هي خليها past، she was rich، كانت غنية. هنا حضرتك عاوز بقى تقول ايه الكلوز، يعني ايه كلمة كلوز. الكلوز يا كابتن هو عبارة عن اي تركيبة فيها subject وفيها verb، بس هي لوحدها مش هتدي معنى كامل. انت لو جيت قلت للجملة I was late because وسكت، لازم يبقى فيه مكمل. هنا ده يتسمى كلوز، مش simple sentence، مش جملة، لانها ما ادتش معنى كامل. في بدائل بقى البيكوز وازو سنس. ركز معايا، في ثلاثة بيجوا مع تو،
due to بسبب owing to بسبب thanks to بسبب. وعندي كمان ثلاثة مع of because of on account of بسبب برضو as a result of نتيجة لي. وعندي كمان for كل دول بيجي بعدهم phrase. يعني phrase يعني عبارة ولا فيها subject ولا verb مصرف. بكتفي بالـ ing او انا اجيب النون من adjective او ان انا احط adjective وبعدين noun. طب نطبق على اللي احنا خدناه. يعني الجملة بتقول الاولى كانت بتقول I was late because the road was busy. هعملها كده ازاي؟ اقول I was late due to owing to the busy road. اهو I got bad marks because of the difficult exam. He married her because of he married her because of her richness. Now غنى وتسكت. أو I succeeded أنا نجحت due to owing to because of studying hard بسبب مذاكرتي بجد. اهو كده انا حولت من كوز من سوري كلوز الى فريز وعرفت ايه الروابط اللي بيجي وراها سبجكت وفيرب بيكوز واز سنس والروابط اللي بيجي وراها فريز سواء فيرب اي ان جي او ناون او ادجكتيف وناون اللي هم موجودين عندنا هنا ديو تو اوينج تو ثانكس تو بيكوز اوف اون اكاونت اوف از ا ريزلت اوف وفور. وبما ان الشيء بالشيء يذكر عندنا حضرتك روابط اسمها result clauses. ايه بقى حضرتك result clauses الروابط اللي بتعبر عن النتيجة؟ عندك الروابط so لهذا therefore لهذا that's why برضو consequently مما ترتب عليه وfor this reason ولهذا السبب. كل ال connectors دي بيجي بعدها result في هيئة close subject وverb وبيبقى هنا في cause. يعني اما بقول I studied well انا ذاكرت كويس so that's why therefore I succeeded. تختلف ايه بقى الريزلت كلوزز عن الكوز كلوزز؟ ان الريزلت كلوزز بيجي وراها سبجكت وفيرب وملهاش بدائل بيجي وراها فريز. طيب نرجع هنا بقى للي كنا بنقوله. يبقى ده بالنسبه لديو تو بيكوز اوف قلنا استخدامهم to give reason for something whilst بتساوي although to give contrasting information. طيب عشان الناس برضو لو ناسية هو انا كنت بستخدم though although they. ما هو دي برضو من الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها علشان دي انت بتجيلك في الامتحان كتير. though although العيلة دي اسمها contrast clauses يعني الروابط التناقضية. بيبقى فيه عندي عبارتين واحدة مين والتانية contrast. يعني the road was busy الطريق كان مزدحم. وبقول هنا I arrived early أو I arrived on time. هنا في contrast انت وصلت بدري على الرغم ان الطريق كان مزدحم. تعبر عن الفكرة دي وتخليها جملة complex واحدة ازاي؟ بص يا سيدي عندنا الرابط although بالرغم من ان ومعاه though برضو بالرغم من ان even though على الرغم من. كل دول بنحط بعديهم هنا close في الاول بالمين اللي اتقالت اللي هي although though even though the road was busy على الرغم
ان الطريق كان مزدحم كوما وانزل بالجزء الثاني اللي فيه الكونتراست I arrived early. طيب تيجي تستخدم بدائل although though even though. عندك يا سيدي despite بالرغم من, وعندك in spite of برضو بالرغم من, بيجوا مكان although, وبيجي هنا وراهم phrase يعني يا اما verb ing يا noun يا adjective plus noun, وبعد كده بكمل الجملة عادي يعني despite or in spite of the busy road I arrived early. يجي حد من الشطار ويقول لي طب يا مستر هل في حالة despite or in spite of ممكن تساوي فيها although, يعني نقدر نحط despite هنا مستر او in spite of؟ اقول لك الحالة دي لما بعد despite او in spite of تحط the fact that, هنا تبقى زي although. طيب نيجي كمان عندنا الرابط اللي اسمه but, ولكن yet, ولكن however, سواء حطيتها لي في النص بالمنظر ده قبلها كوما او استخدمتها بالطريقة دي however, وهنا عندي كمان whilst okay او whereas كوما بالمنظر ده, كل دول بمعنى ولكن. بتحط هنا الكونتراست كلوز العبارة التناقضية, وهنا بتبقى المين كلوز, يعني اما اجي اقول في الجملة I got up late, انا صحيت متأخر, but I caught the train, ولكني قدرت ان انا الحق القطر بنفس الشكل. ماشي يا شباب, كل ما هتيجي مناسبة هنخش شوية نفكركم بحاجات عشان دي مهمة جدا واحنا بنحل الجمل بتاعتنا. طيب نرجع تاني, بنقول ايه بقى personally اللي بمعنى in my view to give an opinion تقدم بيها رأي, consequently زيها زي in turn to introduce the result بيجي بعدها نتيجة زي ما قلنا, to conclude او in summary او in brief دول بقدم بيهم تلخيص of the main points, secondly او next to move from an idea to another بنقل بيها من فكرة الاخرى, واخيرا lastly او finally to end ideas علشان انهي افكار. طب ايه الفرق ما بين ال persuasive essay وال argumentative essay؟ ال persuasive essay بيستخدم شوية emotional appeals and rhetorical devices to convince the reader. يعني ايه؟ بيستخدم المقالة الاقناعية نداءات عاطفية خاطب المشاعر, rhetorical devices اساليب بلاغية to convince the reader لاقناع القارئ. The argumentative essay uses the mind appeals الادلة والتفكير المنطقي, it relies on evidence بيعتمد على الدليل and logical reasoning to make that case. طيب تعالى نمسك الأسئلة اللي هنا. أول سؤال بيقول في بيج 41, ركز مع بعضينا. أول سؤال What is an essay? Number B, A group of paragraphs, مجموعة من الparagraphs about one main idea. Number 2, A hoc sentence or two that grabs the reader's attention, تجذب انتباه القارئ, so that they are encouraged to read more, عشان كده بيتم تشجيعهم ان هم يقروا اكتر. The introduction paragraph, الباراجراف اللي في المقدمة لازم يبقى فيه thesis, statement and the hook. Number 4, the goal of the persuasive essay, الهدف من المقال الاقناعي is to convince the reader to accept the writer's point of view or recommendation. Number 5, ايه اللي بيسمز اب بيلخص ideas or gives piece of evidence, هنلاقي ان الاجابة هنا عندنا conclusion اللي هي بمعنى الختام. تاني conclusion بتديني معنى ختام, عشان نظبط الشاشة بس كده. اوكي ده بالنسبة number 5 conclusion. 6 personally
is closet in meaning أقرب في المعنى to in my view وجهة نظري. And persuasive is say introduction. We present both opinions briefly. Number 8, we use willest to express contrasting ideas. Number C, نعبر عن أفكار متناقضة. Number 9, to express the result of something. علشان نعبر عن نتيجة شيء, we can use in turn, بنستخدم اللفظ in turn. We عندنا هنا تجربة أو مثال لإساي عن السوشيال ميديا بعنوان A Double-Edged Sword, في توظيف سلاح ذو حدين أو سيف ذو حدين, في توظيف لـ How to Write an Essay. تعال نقرأ كده مع بعض. Social Media, A Double-Edged Weapon or Sword. Social Media has become, أصبحت, part and parcel in our lives. ده expression بمعنى جزء لا يتجزأ من حياتنا. With platforms like Facebook, Twitter, and Instagram, we can stay connected with friends and family, share our thoughts and experience, and stay informed about current events. However, ولكن, social media has its drawbacks. In this essay, I'll argue that social media is a double-edged sword. On one hand, social media brings many advantages. The best thing about social media is that it can be used a tool for research and education. Another major advantage is that it provides the opportunity to buy and sell products online. In addition to that, it can help in exchanging culture among people. We can't ignore that social media is a source of entertainment by using platforms such as YouTube and TikTok. On the other hand, على النقيض, social media has its downsides, لها عيوبها. One of the biggest issues with social media is the spread of misinformation and fake news. Another issue with social media is that it affects badly our mental health. Also, it can be a major source of stress and anxiety. This can lead to feelings of loneliness and isolation and even depression. اكتئاب. Additionally, social media can be addictive, leading to a loss of productivity and lack of focus on more important tasks or relationships. In conclusion, while social media has its benefits, the harm it can cause outweighs the good. It's important to use social media responsibly and to be aware of its potential negative effects on our mental health, relationships, and society as a whole. وبكده يكون يونت 1 خلص تماما. فاضل ان احنا نحل تست في السريع على الاجزاء دي وشوية تدريبات نختم بيها. نبص كده مع بعض في page 43. هنلاقي عندنا skills translation. اجابة number 1 يا جماعة زي ما كانت في نموذج البي دي اف اللي اتبعت لك. وطبعا انت هنا مطلوب منك ان انت بتحل بالتكنيك ان سعادتك بتشوف الكلمات المختلفة عن المينينج الاساسي. يعني هنا بيقول لي online piracy, القرصنة عبر الانترنت, is the unauthorized use or distribution, هو استخدام او توزيع. copyrighted material, المواد المحمية, طبعا هنا كاتب الغير محمية, such as movies, أفلام, music and software through the internet. طبعا هنا بيقول توزيع ما قالش تنويع. قال بموجب حقوق الطبع والنشر ما قالش التغليف. فالإجابة number one هتكون D. بعد كده number two بيقول online piracy, القرصنة عبر الانترنت, can have negative consequences, ليها تبعات سلبية, for both content creators and consumers, على المبدعين والمستهلكين على حد سواء, including financial losses, خسائر المالية مش البشرية, legal issues, القضايا القانونية, and security risks, ومخاطر الأمن. فهنا الإجابة هتبقى number A أو ألف. يمكن أن تؤدي القرصنة عبر الانترنت
إلى تبعات سلبية على المبدعين والمستهلكين على حد سواء، بما في ذلك الخسائر المالية. تمام، مش الموزعين. خلاص، هنا بيقول آثار سلبية واحنا بنتكلم في نتائج. تمام، فالفرق ما بين آثار effects و consequences مختلف، فهنا الإجابة هتبقى number A أو ألف. بالنسبة لي number 3، من المهم أن يكون الأفراد على علم بعواقب المشاركة في القرصنة عبر الإنترنت ودعم منشئ المحتوى من خلال شراء منتجاتهم بشكل قانوني. فالإجابة هتبقى number A. It's important for individuals to be aware of the consequences of participating in online piracy and to support content creators by purchasing شراء their products legally. Number 4، تلعب الحكومات والمنظمات الصناعية دورا في مكافحة القرصنة عبر الإنترنت من خلال التثقيف والتنفيذ وتطوير نماذج أعمال جديدة. إجابة number B، governments and industry organizations also have a role to play in combating في مكافحة combating online piracy through education, enforcement and the development of new business models. وأخيرا نخش في test 1 اللي هو آخر حاجة موجودة عندنا يا شباب. قطع يا كريم، نيجي بقى يا ولاد لاخر حاجة في يونت 1 اللي هي تيست بيزد اون يونت 1 بيج 44 صفحة 44 عندنا. اول سؤال بيقول those who violate اللي بينتهكوا the copyright number B of our publications الكتيبات او المنشور will be illegally punished هيعاقبوا بشكل will be legally punished هيعاقبوا بشكل قانوني. number 2 علي and his family have traveled since بعديها noun فالإجابة number A his marriage. number 3 some people were typing up copies بينسخوا نسخ of the last album of Amr Diab illegally what aroused great logical anger. number 4 yesterday while I was sitting in class when I had في الفصل I felt a terrible pain in my head. number 5 tabloid is a newspaper which has small pages, large photos and short stories which are easy to explain. number 6 some websites mislead young people بتضلل الشباب by making them buy cheap products at a high price. number 7 it was good of the governor كان شيء كويس من المحافظ to compensate ان هو يعوض the victims الضحايا of the flood الفيضان. number 8 الجملة بتقول the omission of her name حذف اسمها wasn't a deliberate act ما كانش تصرف متعمد. omission is an antonym عكس كلمة inclusion ضم. number 9 the pharaohs ruled حكموا Egypt for thousands of years. number 10 the advertisement was inaccurate كان غير دقيق with exaggerated claims بدعاءات فيها مبالغة about the product's benefits بشأن فوائد المنتج. number 11 I made a lot of friends كونت صداقات while living in Canada. 12 I've made a lot of friends since moving to Canada. 13 I lost my keys this morning so I couldn't drive ما قدرتش أسوق بتكلم في bus situation. 14 my daughter didn't seem better لأن ده ما بيستخدمش في أزمنة مستمرة when the doctor came to seem her seem بمعنى يبدو state of verbs. 15 an essay is a piece of writing by a student as a part of course of study number B. number 16 بنقول choose the sentence with the correct punctuation my sister who plays the chess always comes first. my sister الام كابيتال تمام بعد كده حط كومة قبل وكومة بعد لان who plays the chess دي non
defining close عبارة غير معرفة، يعني لو اتشالت من الجملة ملهاش أي تأثير على المعنى، فبيبقى قبلها كومة وبعدها كومة. Number 17, which of the following is structured correctly؟ هتبقى number C, I got used to hot weather when I was in London. نيجي بقى على السؤال اللي كتير منكم بيتجنبه وما بيحبش يحله، ألا وهو سؤال comprehension، رغم ان كل اللي طالبه ان انت بتقرأ أسئلة وبتجيب إجاباتها من القطع. تعال نقرأ القطع كده بسرعة ونشوف الإجابات. Read the passage then answer the questions. Online piracy، القرصنة عبر الإنترنت. Refers to the illegal use، للاستخدام الغير قانوني، or distribution of digital content including music, movies, software and electronic books. This illegal activity، النشاط الغير قانوني ده، has become a growing problem، أصبح مشكلة متزايدة، worldwide، عالميا. And it's estimated، ويقدر بأنه cost، يكلف the entertainment industry. نظبط الورقة. The entertainment industry billions of dollars each year. مليارات الدولارات سنويا. The ease with digital content can be copied and distributed ويتوزع over the internet has made it easier for people to engage in piracy. One of the most significant drivers الدوافع of online piracy is the high cost of digital content. Many people can't afford، ما تقدرش تتحمل نفقات، to pay the high prices charged for digital content and turn to piracy sites to get access it for free. This has led to a decrease in sales and revenue for content creators and distributors who rely on، اللي بيعتمدوا على these sales to make a profit، ده خسرهم فلوس كتير. Another factor، عامل آخر، that contributes to online piracy is the lack of awareness، نقص الوعي، of the negative impact it، اللي هي piracy، has on the entertainment industry. Many people don't realize that piracy is illegal and that it harmed the creators and distributors of digital content. The entertainment industry has been working to raise awareness of the issue and educate the public on the importance of respecting intellectual property rights. The impact of online piracy isn't limited to the entertainment industry, it also affected the economy as a whole, including the loss of jobs and tax revenue. Furthermore, piracy sites are often associated with malware and other security risks, who can harm users' devices and compromise their personal information. In conclusion, online piracy is a growing problem that affects the entertainment industry, the economy and user security. It's important for people to understand the negative impact of piracy and to respect intellectual property rights، حقوق الملكية العقلية، to help combat this illegal activity، للمحاربة لهذه الأنشطة الغير قانونية. نبتدي نقرأ الأسئلة كده مع بعض يا شباب. أول سؤال number 18 بيقول لي هنا what is the main idea of the passage؟ فالإجابة هتكون number A, online piracy is a growing problem that affects the entertainment industry, the economy and users security. Number 19, what is the purpose of the author in writing this passage؟ to raise awareness of the negative impact of online piracy، رفع الوعي بالآثر السلبي للقرصنة عبر الإنترنت. Number 20، الجملة بتقول is the best title for the passage، أفضل عنوان للقطعة هو the negative impact of piracy، الأثر السلبي للقرصنة. 21، السؤال هنا بيقول according to the passage what type of digital content is commonly pirated؟ music, movies, software، all of the above، كل اللي فات ده بيتم قرصنته. Number 22، افرض according to the passage why do many people engage، لناس كتيرة بتتورط in online piracy، they can't afford to pay the high prices for digital content. Number 23، revenue اللي كان معناها ايه في القطعة، income، دخل. Number 24،
How do piracy sites affect the user experience? They can harm users' devices. يقدر يأذي أجهزة المستخدمين. Number 25. What can be done to combat online piracy? هنلاقي الإجابة كالتالي: Raise awareness, رفع الوعي of the negative impact of piracy, اللي هي number C. Raise awareness of negative impact of piracy. القطعة الثانية كان بيتكلم عن جون. نقرأ برضو الموضوع. John was a hard-working man who had always been honest and upright. طول عمره مظبوط وأمين. He worked at a factory that produced widgets and was well respected by his colleagues and superiors. One day, he was offered, تعرض عليه bribe, رشوة, by a supplier to pass inferior quality widgets, أجهزة منخفضة الجودة, inferior متدنية, as premium products, على إنها منتجات درجة أولى. John was faced with a difficult choice: to take the bribe and make some extra money, ياخد الرشوة ويعمل فلوس, or to stay true to his principles and reject it, أو يتمسك بمبادئه ويرفض الرشوة. After much thought, بعد تفكير عميق, John decided to do the right thing and refused to bribe. He knew that passing off inferior quality products as premium would harm the reputation of the company and would be unfair, وهيبقى حاجة ظلمة, to customers who trusted them. His decision, قراره, wasn't an easy one, as he had a family to support and the extra money would have come in handy. However, his conscience, ضميره, wouldn't allow him to betray his values, ما سمحلوش يخون قيمه. Despite his honesty, بالرغم من أمانته, John faced some consequences for his decision. يعني واجهته شوية توابع بعد القرار بتاعه. ايه بقى التوابع اللي جت بعد القرار بتاعه؟ The supplier, المورد, was angry and withdrew their business from the company, وسحبوا شغلهم من الشركة. John's superiors were disappointed, محبطين, in losing a valuable client, and some of his colleagues thought he was foolish for turning down the bribe, انه احمق انه رفض الرشوة. However, ولكن John knew that he had done the right thing and that his integrity, when كرامته والتكامل بتاع المبادئ اللي عنده, was worth more than any amount of money. In the end, John's decision paid off. The company appreciated his honesty and offered him a promotion, قدروه في الآخر وعرضوا عليه ترقية, to a higher position. The supplier's inferior quality products were exposed, تم فتحها وكشفها, and they lost business from other companies as well. John's colleagues also began to see the value of honesty and integrity in the workplace. The moral of the story is that honesty and integrity are important values to uphold. نحن الواحد يتمسك بها. Even when faced with difficult choices, doing the right thing may not always be easy, but it's always worth in the end. ولكنه في النهاية يستحق. طيب تعالى معايا نبص على choose the correct answer ونبص على الإجابات. أول سؤال number 26: Why did John refuse the bribe? He wanted to stay true to his principles. أراد إن هو يبقى صادقا في تمسكه بمبادئه. Number 27: What were the consequences of John's decisions? إيه توابع قرار جون؟ Number B: The supplier withdrew, المورد سحب, their business from the company. Number 28: What is the tone of the story? Serious. What do you infer, تستنتج, from paragraph number 2? John was a principled man, رجل عنده مبادئ. 30: It's inferred from the text that the supplier's inferior quality products were exposed. 31: The word consequences is an antonym, كلمة توابع عكس كلمة مكافآت, rewards. The word uphold, يتشبث به أو يحافظ على, can be replaced by maintain, اللي بمعنى keep. 33: Which of the following
is not a consequence of Jones' decision. هنلاقي ان الاجابة number B, John lost his job. ما كانتش من التوابع بتاعت قراره. بعد كده اخر صفحة عندنا في الهومورك page 47 الجملة بتقول translation 34 social networking sites are online platforms هي منصات عبر الانترنت that allow people to connect with others and share information تسمح بالتواصل مع الاخرين ومشاركة المعلومات فالاجابة هتكون number A تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي منصات عبر الانترنت تسمح للناس بالاتصال بالاخرين ومشاركة المعلومات 35 it's important for journalists للصحفيين and the new organization to strive ان هم يسعوا for objectivity بالموضوعية to avoid bias لتجنب التحيز by omission in their reporting فالإجابة number B من المهم أن يسعى الصحفيون والمؤسسات الإخبارية إلى الحيادية وتجنب الانحياز عبر الإخفال في تقاريرهم أو تقاريرهم 36 تعد رواية تشارلز ديكنز من أشهر الروايات في الأدب الإنجليزي Charles Dickens' novels are among the most famous novels in English literature and he was known for his portrayal of social life in Britain. Number B حقوق الملكية الفكرية هي حقوق متعلقة بالأعمال الفكرية والإبداعية مثل الكتب والموسيقى والأفلام والبرامج الحاسوبية Intellectual property rights are rights related to intellectual and creative works such as books, music, films and computer programs. Number C وبكده نكون خلصنا اليونت الاول والمفروض هنبتدي على طول يا شباب في يونت 2 يا ريت اليونت ده يتذاكر كويس ونظبط حالنا فيه السلام عليكم اشوفكم مع يونت 2